مسؤولية عظيمة حيال. السيدات والسادة، لقد عشت في مخيم خان يونس بغزة منذ أن كنت في الرابع من عمري، وقد درست وتعلمت في مدارس الأونروا، ووالدتي اليوم تعمل معلمة في الأونروا. لقد أمضيت أسعد أيام حياتي مع أصدقائي في المخيم، وعلى الرغم من الحصار على غزة ورغم عن العوائق التي واجهناها، فإنني أؤمن بأنني كنت محظوظا من عدة نواحي. إن الأونروا بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي وجيراني ولخمسة ملايين لاجئ هي بمثابة الأم التي دأبت طوال السنوات الخمس والستين الماضية على توفير الصحة والتعليم والغذاء والمسكن، والتي ساعدت في الحفاظ على كرامتنا. Today I speak as the Honorable Regional Youth Ambassador, a role that I'm very proud to serve and feel great responsibility for. Since the age of four, I lived in Khan Yunis refugee camp in Gaza. I attended UNRWA schools, and my mother today is an UNRWA teacher. I spent my happiest days with my friends in the camp, despite the siege on Gaza, and believe that I was fortunate. UNRWA for me, my family, my neighbors, for other 5 million refugees, is like a mother who for past 65 years has provided us with help, education,